الخسائر المادية المهمة التي تنجم عليه. وعلى أثر هذا فإن الاتحاد العام للتجار المهنيين بالمغرب وضمن برامجه المتعددة الرامية إلى تخليق الحياة العامة والذي يعتبر انطلاقة نوعية نحو تجويد العمل الجمعوي المهني ببلادنا الحبيبة يعتبر تتمة لأنشطتنا الإشاعية داخل إقليم آسفي وخارجه. السلام عليكم، معكم زين محمد. بدأ أول حاجة كنشكروا المواقع الإلكترونية اليوم للمحلية ولا الوطنية اللي حضرت معنا لتغطية هذا النشاط الإشاعي، نشاط اللي هو كبير، نشاط اللي حيوي، نشاط اللي تحسيسي اليوم اللي من خلاله أن التجار المهنيين المكنون من واحد الأداة باش أنهم ممكن أنه إنقاذ أنفسهم وإنقاذ الآخرين. يمكن ما كتعرفوا الدورة الثالثة الحملة التحسيسية اللي كديرها اللي يعني عقدتها نظمتها المكتب المحلي لمدينة أسفي، الحملة التحسيسية لتسرب غاز البوطان. اليوم كما كتعرفوا جا كان حضور جماهيري كبير تعدى 400 يعني تاجر ومهني اللي حضروا اليوم، وكانت الثقة ديالهم تامة في هذا الاتحاد العتيد وجاوا وجلسوا معنا اليوم يعني ساعات اللي هي طويلة. اليوم كان تكريم ديال العديد من 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 الفعاليات والأطر على مستوى مدينة أسفي، يعني أطر اللي كانت اشتغلت في المديرية ديال التجارة ولا في العمالة ديال مدينة أسفي ولا في يعني كتجار على مستوى المدينة يعني من القيدومين ديال التجار في مدينة أسفي، وبعد فعاليات نسائية تجارية حتى هي في المدينة. اليوم كان عرس بمعنى الكلمة، عرس اللي هو كان حاولوا أننا هالتجار هادو لو يعني ردوا لهم الجميل ولو بشيء بسيط، وهو إنقاذ الحياة ديالهم بواحد الآلة ولا بواحد يعني وسيلة طفايت حريق. تحسيسية جات الأسباب كثيرة، كانت أول انطلاقة ديالها في 2011 فاش كان وقع واحد المشكل، واحد التاجر كان جاري وكان تحرق ليه المحل ديالو، وكان بيحل المحل ديالو تفرقع عليه لأن كانت عنده يعني قنينات ديال الغاز داخل المحل ديالو. وبالتالي استمدينا هذه الفكره، ديك الساعه كانت تأسيس ديال الجمعيه ديالنا باقي جمعيه اللي هي فتيه وجمعيه اللي هي صغيره، استمدينا هذه الفكره من هذاك الموضوع ومشينا درنا حمله تحسيسيه من مخاطر غاز البوطان. كانت اول تجربه لينا، كانت تجربه اللي هي صغيره ورغم ذلك كانت ناجحه. يعني كنا درنا في جميع المحلات التجاريه وكنا كنوعوهم نقول لهم خرجوا البوطات من المحلات ديالكم وحطوهم على براك، مشوا للشركات ديال التوزيع نقول لهم اعطوهم دي كاز وصناديق فاش يحطوا يعني هاد القنينات. كانت عندنا واحد الطريقه اننا كنديروا الوساطه، فرقنا بعض القنينات رغم الضاله ديالها، ونقول لكم انا لا اخفيكم سرا فرقنا تقريبا شي 20 اكستنتور في ذاك الوقت في 2011، واليوم الحمد لله السنه الثانيه فرقنا 370 اكستنتور، هذه السنه زياد من 200 اكستنتور اللي غنفرقوا. يعني الحمد لله غاديين بواحد الشكل تدريجي، جائحه وقفات شي امور ولكن الحمد لله الاشتغال ديال الاتحاد عام التجار المهنيين دائما وابدا دائما غادي للامام ان شاء الله. التكريم حنا درنا تكريم فعاليات فعال الاطر ديال المندوبيه ديال التجاره، السيد رئيس المصلحه التجاريه في المندوبيه السي مؤمن عبد الوافي اللي كرمناه، السي اخ مصطفى اللي هو متصرف ممتاز داخل العماله تعذر عليه المجيء عنده شي حاله ندو ليه يعني الهديه ديالو حتى المقر العماله وغنسلموها عليه. لهذو الناس هاد الاطر هادو كانت عندنا بينهم واحد العلاقه يا في اطار اللي جات مراقبه يا في اطار يعني كان يعني عندهم عنده علاقه بالتجار، وكانوا هاد الناس يعني بينوا الحنكه ديالهم بينوا على الطريقه والتجربه الكبيره اللي مارسوها يعني لا في اطار التعامل ديالهم مع التجار بواحد الليونه بواحد الطريقه اللي هي مزيانه، وخلوا واحد الاثار اللي يمكننا بينا نديروا صله ما بينهم وما بين هاد التجار هادو، يشوفوهم ولو ممكن انهم يخرجوا على التقاعد في يوم من الايام ومابقاوش يعني يتلاقوا مع بعضياتهم. كانت اليوم هاد اللقاء اللي درنا وهاد صله الرحم ما بين هاد الاخوان هادو، كرمنا العديد من التجار اللي شفتوهم اليوم.